ده انا عايز اطمن اقرب من المشهد بشكل اكبر واروح لزميلي العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي. يا كريم مساء الخير. مساء الخير عليك زميلي امير، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي. اهلا بيك يا كريم، عايزين نطمن بشكل اكبر منك طبعا عن تدريبات النادي الاهلي النهارده. يمكن كالعاده طبعا زميلي يعني التدريبات كلها جديه وكلها حماس كبير جدا للعيبه النادي الاهلي، اهميه المباراه وصل للعيبه وصل الجهاز الفني وصل الجمهور النادي الاهلي، يعني ما اقدرش نقول مش جديد على جمهور النادي الاهلي ان احنا نشوف التذاكر بتنفذ قبل 72 ساعه من المباراه، لو كان في 300,000 تذكره كانت هتنفذ بالفعل طبعا بالنسبه لجمهور النادي الاهلي نظرا لاهميه الفتره اللي احنا فيها واهميه البطوله الافريقيه. النهارده يمكن زي ما انت عرضت يا امير الكابتن محمود الخطيب والرسائل الدائمه والداعمه للفريق النادي الاهلي، ويمكن كان حديث بينهم وبين اللعيبه لابد يكون في تركيز، ما نفكرش ان هو الموضوع رد اعتبار على قد ما نفكر ان هو شوط اول في مصر وشوط ثاني في سان داونز بريتوريا. ان شاء الله باذن الله تكون النتيجه الاولى تقدر تحسم فريق النادي الاهلي وفرصه ان شاء الله في التاهل للادوار القادمه. المباراه الثانيه لها حسابات خاصه، لكن المباراه الاولى على استاد القاهره اللي هيزين ان شاء الله جمهور النادي الاهلي استاد القاهره والدور الكبير اللي بنأمله على الجمهور. الاستعداد الفنيه ماشيه بشكل مميز جدا بالنسبه لمستر ريني فايلر، يمكن الراجل بيتكلم معاهم بشكل مستمر عقب المباراه الاخيره مباراه الزمالك اللي لم تلعب في استاد القاهره. كل اللعيبه امير بحاله فنيه جيده جدا، في حاله تركيز كبيره جدا، الحماس النهارده كان واضح يمكن نظرا لغلق التدريب، ودي يمكن تعليمات خاصه من الجهاز الفني وكابتن سيد عبد الحفيظ. التدريب خلاص بدا من النهارده غلق تام حتى موعد المباراه، وده امر هام وامر مهم جدا يكون في تركيز فقط في المستطيل الاخر. انت عارف برضه ملعب مختار التتش الاعضاء بتكون بتحاول ان هي تشجع اللعيبه تنادي على اللعيبه يبقى في اي كلام من لعيبه، لكن القرار هام جدا ورائع جدا من الجهاز الفني ان يكون التركيز فقط في تنفيذ الجمل التكتيكيه في الساعه ونص او الساعه اللي بياخدها الجهاز الفني ليه الجرعه اقل تدريبيا. النهارده يمكن زي ما انت ذكرت كان في اكتر من فقره تدريبيه بعيدا طبعا عن الفقرات البدنيه، فقرات تكتيك، فقرات تصحيح الاخطاء سواء للخط الظهر او منتصف الملعب او الهجوم. جرعه تدريبيه كانت قويه جدا لعيبه النادي الاهلي، وزي ما قلت لك كان يتسم الجديه والحماس في التقسيمه النهائيه في نهايه المباراه النهارده زميلي يعني. طيب فيما يتعلق بوليد سليمان، عشان في اخبار كثيره يا كريم خارجه ان وليد سليمان تعرض لاصابه قويه، وضح لنا الجزئيه دي بعد اذنك. لا يعني طبعا من خلالك ومن خلال الكلام في الميديا بنقول وليد سليمان جاهز ان شاء الله لهذه المباراه، هي كلها حماس وكلها التحامات عاديه جدا بين اللعيبه وبعضها، يمكن زي ما بقول لك النهارده الجديه والحماس كانت هي سمت تدريب فريق النادي الاهلي، كلها اشتراكات كلها حاجات بين اللعيبه وبعضها، لكن وليد سليمان كان هي كدمه بسيطه جدا لكن على طول كمل المباراه ما فيهوش اي مشاكل. بنعلن طبعا ان وليد سليمان ان شاء الله يكون جاهز، وكل اللعيبه عميد كمان يعني عايزين نطمن برضه على كل اللعيبه الحمد لله الحاله الفنيه والحاله الطبيه لكل لعيبه النادي الاهلي على اعلى مستوى. ينقصنا ان شاء الله باذن الله التوفيق ربنا سبحانه وتعالى في مباراه يوم السبت باذن الله ان شاء الله. البرنامج بقى لحد ميعاد المباراه يا كريم، هل هيبقى في معسكر مبكر ولا معسكر 24 ساعه بس قبل المباراه، ولا الامور هتمشي ازاي؟ يمكن نقدر نقول ان بكره يمكن زي ما انت ذكرت زميل امير يكون في المؤتمر الصحفي الخاص بمستر ريني فايلر 5:30 او 6 الربع يكون في قاعه المؤتمرات باستاد القاهره. تدريب فريق النادي الاهلي غدا الساعه 11 صباحا، يمكن النهارده كان 11 صباحا، اكيد بكره هيبان كل الامور الخاصه بمعسكر الفريق. هل مستر ريني فايلر هيكمل كمان تدريب على ملعب مختار التتش ويكون مباشره الزام الى معسكر مغلق، او هيكون في بالفعل في 48 ساعه معسكر مغلق؟ لان يمكن على الطرف الثاني لو بنتكلم على صن داونز جايين بدري امير ومركزين اكثر من تدريب، عندهم تدريب من الاربعاء على بيتر سبورت، الخميس هيكون على استاد القاهره، الجمعه يرجعوا لبيتر سبورت، فهم يعني عندهم فرص كبيره جدا للتدريب. فهنشوف طبعا رؤيه الجهاز الفني هل هيكون في معسكر مغلق ولا هيكون الامر الاعتيادي 24 ساعه بس قبل المباراه المرتقبه والمنتظره اللي بنامل ان شاء الله ان النادي الاهلي يحقق فيها الهدف المرجو باذن الله يا امير. باذن الله يا كريم، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله الهامه جدا وعلى كل الكلام اللي قلته لنا ووضحته لنا من خلال تدريبات الاهلي اليوم.